السادة الحضور جميعا، كل باسمه ووصفه على الهدى لمن اهتدى أدلاء، وقيمة المرء ما كان يحسنه. جزاكم الله خيرا. هذه ثورة الإعمار وإعادة نينا إلى وضع طبيعي، العجلة سائرة ولا نسمح لأحد أن يعرقلها. راح نشتغل وبمراقبة ومتابعة أبناء نينوى اللي يكونون هم الرقيبين على أداء حكومتهم المحلية، وندعو إلى التعاون بتشخيص وذكر الخلل حتى العملية تستمر بشكل طبيعي. سيادة المحافظة، ستعود أم الربيعين كما كانت إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله تعالى. هذه السنة وبدايات السنة القادمة راح تلاحظ أكو تغيير كبير جدا إن شاء الله بالنسبة للمشاريع على كل المستويات. جينا لهذا المكان حتى نشوف هاي الوجوه الكريمة، وجوه طيبة، ونشوف ما قدموا وانجزوا لنا بهذه الرسوم وهذه الأعمال اللي تنم على أنه الموصل تبقى حية، تبقى القلب النابض للعراق. بوابة أمينة، أهلها طيبين، أهلها كرماء، أهلها يعني في قمة الوطنية. مو هسه، أيام زمان، من قديم الموصل الحدباء، مدينة الرماح، هذه المحافظة العزيزة اللي احنا قلوبنا يمها في كل وقت وفي كل زمان. والآن الآن من جينا الموصل شفنا إن شاء الله الأمور تبشر بخير. يعني الموصل عندما نسمع شنا بالإذاعة وبالتلفزيون الدمار اللي صابها واللي صارها، قلنا الموصل انتهت بعد، راح يصير قاع. لكن الحمد لله بجهود الطيبين الموصل الآن تنهض من جديد، وإن شاء الله عن يوم عن يوم نشوف بها أعمار وبها علم وبها تطور ونسبة الأمية تقل. طبعا تربية نينوى ماضية من أجل استعادة موقعها الريادي المراكز الأولى على مستوى العراق. حقيقة العام الماضي حققنا مستويات متميزة فيما يخص نتائج الدراسات الإعدادية في كل الفروع الأحيائي والتطبيقي والأدبي، وأيضا حتى في مراكز محو الأمية وبقية الفروع. اليوم نحن نشهد في هذا المعرض، طبعا هذا المعرض ضم أعمال يدوية وفنية لكثير من المراكز اللي موجودة داخل محافظة نينوى. طبعا 300 مركز هي موجودة على امتداد محافظة نينوى، فيها أكثر من 25,000 دارس هم في مراكز محو الأمية. طبعا نحن مهتمين بجانب محو الأمية إضافة إلى بقية المراحل، هي بدءا من رياضة أطفال وانتهاء بالمراحل الإعدادية. طبعا نحن اليوم مع يعني نحن في بداية العام الدراسي، نتوقع أن تكون هناك عملية تربوية تعليمية في محافظة نينوى متميزة بإذن الله هذا العام. هناك دعم طبعا من محافظة نينوى إضافة إلى وزارة التربية فيما يخص الأبنية المدرسية والملاكات، وخاصة التعيينات إن شاء الله على الباب بإذن الله تعالى ستزد لنا كثير من نقص الملاكات الموجودة في محافظة نينوى. طبعا تم التكليف الاشرافين التربوي الاختصاصي فيما يخص نقص الملاكات خاصه في الجانب الايمن. نحن عندنا طبعا كل الشواغر الموجوده، الان تم ان شاء الله هناك تسويه في هذا الموضوع، وخلال الايام ان شاء الله سيتم كافه الشواغر الموجوده في الساحل الايمن وفي قضاء الموصل باذن الله تعالى. ما شاء الله، يعني الموصل تبشر بشائر خير الحمد لله، وهي في نهضة وفي تطور نوعي ما شاء الله. يعني المعرض شيء جدا راقي، الأعمال اليدوية خصوصا كانت لها يعني بصمة رائعة وجميلة، وأتمنى إن شاء الله الأم ربيعين أنه تعيش في سلام وأمان يا رب. هل هناك دعم حسب اعتقادك من قبل وزارة المحافظة إن شاء الله؟ مستقبلا راح يكون في دعم إن شاء الله، أكيد إحنا ندعم هذه الطاقات الشابة والنشاطات الرائعة.